صحتنا صحتكم صحتنا كاملين. صحتي راس مالي. لحظة إلى فقرة صحتي راس مالي، وضيفتنا دكتورة خديجة مسيار، أخصائية طب الباطني وأيضا أخصائية في أمراض المناعة الذاتية. صباح الخير دكتورة مسيار. صباح النور أخت حناء، صباح النور مستمعي الكرام، وأنا فرحانة بالتواصل معكم مجددا في هذا اللقاء. طبعا دائما حنا أسعد بأنك كتقبلي دعوات البرنامج، وكنقول لك عواشر مبروكة إن شاء الله باش كتمنى يا رب. الله يبارك فيك علينا وعليك وجميع المغاربة. الله يبارك فيك. إذن رمضان على الأبواب، هذا الأسبوع خصصناه مجموعة من التخصصات لاستقبال الشهر الكريم واستقبال الصيام باش يدوز كل شيء في أمن وأمان بإذن الله. أمراض المناعة الذاتية بصفة عامة واللي هي كثيرة، ربما صعيب الحصر ديالها، هي أكثر من 80 مرض كيف كتقول لنا دائما، نربطوها بالصيام. كيكون مجموعة من الاضطرابات سواء على مستوى النوم، على مستوى الأكل، وعلى مستوى أيضا الصحة النفسية. ماذا تقولين بصفة عامة؟ أمراض المناعة هي واحد مجموعة أمراض جهاز المناعة كيهاجم مكونات ديال الجسم، وهي كما قلت الأخت هنا هي واحد مجموعة ديال الأمراض اللي ممكن تصيب عضو واحد، ممكن تصيب أعضاء كثيرة. بعض المرات ما كيكونش مشكل كبير بحال إذا كانت الغدة الدرقية، بعض المرات ما كتساتها يكون أمراض ديال المناعة الذاتية ولكن كيعطو حتى شي مشكل في الوظيفة ديالها. نعم. ولكن بعض المرات كيعطونا غدة قصور ديال الغدة ديال الدرقية ولا إفراط في الغدة الدرقية. وبعد مرض هذا المرض هذا ديال المرضي دو بازدو اللي هو الغدة الدرقية المفرطة، بعد مرض كيخص دواء اللي كيعطو جرعات كثيرة في اليوم، بعد مرض كتوصل ثلاثة أربعة جرعات في اليوم، وهنا ميمكنش يكون توافق بين هذا المرض وهذا الدواء خصوصا العلاج والصيام. فلذلك كنصحوا المرضى اللي عندهم هذه الغدة المفرطة خصوصا في المراحل الأولى اللي مازال ما تسيطرش على المرض باش ما يصوموش، لأجل باش يكون يتخاد الدواء في الوقت ديالو. أمراض أخرى اللي ممكن بحال احنا شفنا بأن أمراض المناعة الذاتية ممكن عضو واحد يكون مريض، ممكن يكون غدة درقية، ممكن يكون جلد مثل الصدفية والبسوريازيس هو من أمراض المناعة الذاتية، ممكن يكون جهاز العصبي مثل سكليروز أو بلاك، ممكن يكون مشكل في الأمعاء ديك لا ريكتوكوليت هيموراجيك، التهابات ديال الأمعاء هي من أمراض المناعة الذاتية، أنا مريض كرون ولا لا ريكتوكوليت هيموراجيك. وممكن هاد الأمراض هذا تصيب أعضاء كثيرة، مرض واحد يصيب الكبد، يصيب الكليتين، يصيب الجهاز العصبي، يصيب يصيب العضلات، يصيب المفاصل. ومن أخذ المثال على هذه الأمراض هذا الجهاز المناعة الذاتية اللي ممكن يصيب أعضاء كثيرة هي الدئبة الحمراء، واحد المرض اللي سميته بالفرنسية لوبوس، اللي هو من أمراض المناعة الذاتية اللي كتصيب أعضاء كثيرة. منتشر هذا المرض يعني معروف معروف وكاين ماشي كثير بزاف ولكن كاين هذا لوبوس. هذا المرض هذا كيجي العيالات اللي باقين في النشاط الجنسي ديالهم، الاكتيفيتي جينيتال، اللي باقين كيجيو من دم الحيض، اللي باقين كيولدوا، وكيبان بواحد طفح جلدي لان في هذا المرض كتكون حساسيه للشمس. دونك من اهم العلامات ديال هذا المرض هذا كيكون طفح جلدي ديك الفوتو سنسيبيليتي، كتكون كتبان بواحد طفح في الوجه وفي الصدر وفي اليدين. وممكن هذا المرض هذا خطورة ديال هذا المرض هذا ممكن يصيب الكليتين ويصيب الجهاز العصبي، لذلك طبعا مهم بزاف باش ندير تشخيص ديال هذا المرض هذا. وكيتمنع معاه الصيام؟ لكن مرض في النشاط ديالو اولا كيكون حاله كيكون في حاله هذا العامه كتكون واحد عيان، كيكون يقدر يكون في السخانه، كيكون اللي كيسمو كتكون في فرنسيا الالتيراسيون ديال الطا جينيرال، دوك الحاله العامه كتكون متدهوره. وكنعطيو ادويه الكورتيزون اللي كتقاوم التهابات هذا، وبعد ما كيكون مشكل في الكليتين دوك من الاحسن الانسان ما يصومش ملي كيكون عنده هاد الدئبه الحمراء، لان الجسم خاصو يتزود بالدواء وخاصو الماء والطاقة.
طاقة مدة سنة باش يساعد على محاربة المرض. كاين مرض آخر اللي سميتو هذا نشوفية متلازمة شوغرين اللي هو من الأمراض اللي كانت فرصة الأخت هناء باش تكملنا عليه البرنامج ديالكم. وهذا المرض هذا كيمتاز تو من أمراض المناعة الذاتية الجهازية اللي كتصيب أعضاء كثيرة. ولكن المركز ديال هذا المرض هذا هو واحد النشوفية اللي كتصيب الفم واللي كتصيب العينين وكتصيب كاع الأغشية المخاطية. كتصيب في الفم في العينين في الجهاز التناسلي ديال المرأة في الجهاز في الأنفين في الجلد. وممكن هذا المرض هذا كيكون انتفاخ ديال الغدة الكنفية ديك الودنين اللي كنقولوهم عند الدراري الصغار كيكون عندهم التهاب ليست لزوغيون الغدة الكنفية لي باروتيد براسها كتلتهب وكتنفخ. وهذا المرض هذا ممكن يصيب أعضاء أخرى منها الرئتين منها الكبد منها المفاصل كعطي عياء مزمن. وهنا بالذات المرضى كيجي عندي كيقول لي دكتورة واش نصوموا في هذا حنا ما كنحسوا بوالو. بعض المرات كتكون معانا كثيرة حيت كنشوف هي ديال الفم كيكون اللسان ناشف الفم ناشف كيلتصق اللسان على السقف ديالو في النهار وكيكون هذا معاناة كبيرة. وثانيا لما لسنا مش خصوصا الماء فكيكون واحد استيطان الفم وذاك المريء والبلعوم بالميكروبات وكيقدروا تيتشغلوا حتى لداخل كيخترقوا ذاك الأغشية المخاطية ديال المريء وبذلك يكون مشكل اللي كبير اللي كيكون. إذن هذا ما كيبانش ظاهريا ما كيبانش أنه المريض عنده حاله اللي كتستلزم عدم الصيام ولكن راه ضروري خصو ما يصومش لانه هذا المشكل ديال النشوفيه. نعم النشوفيه حيت اللعاب دوره اشنو اللعاب دوره كينظف الاسنان من الميكروبات ولكن اللعاب هو اللي كيدير داك الفضلات ديال الطعام اللي كتبقى لينا بسناننا. اللعاب هو اللي كيتكلف بها وكيحيدها من كينظف ديال الاسنان. اللعاب هو اللي كيخلي هاد الحركه ديال المروله ديال الفم ديال اللسان باش كناكلو باش كنهضرو ممكن نهضرو باش العمليه ديال الهضم وديال البلع تكون مزيانه بشكل سليم. اللعاب هو اللي كينظف دوك الميكروبات اللي كيمشيو للمريء واللي كيمشيو البلعوم اللي هو الفارانكس بالفرنسية. دونك هادو هما كلهم احتياطات اللي خصهم يداروا. وثاني حاجة الناس عندهم واحد الأمراض اللي المشكل بعض الناس يكون متعلق بالدواء خصوصا واحد المرض اللي كيكون فيه قصور ديال الغدة الفقرية. هنا يمكن ما معروفاش بزاف ما معروفاش بزاف هاد الغدة الكظرية اللي هي واحد الغدة اللي سميتها بالفرنسية لي كورتيكو سورينال اللي كتكون فوق الكليتين. واحد الغدة عندنا فوق الكليتين سميتها لي سورينال دونك الفوق وباللغة العربية الغدة الكظرية ما عندناش للأسف بالدارجة ولكن ممكن تستعملوا هاد اللفظ هذا ديال الغدة الكظرية. هي ما معروفاش بزاف أولا ما منتشراش بزاف في المرض ديالها؟ لا كاينوا الناس للأسف كيموتوا بهذا عندهم هذا المشكل. هذا هاد الغده الكظريه كتفرز واحد الهرمونات اللي حيويه ما يمكنش نعيشوا بلا بهم. نعم سورتو لو كورتيزول سميتو الكورتيزول. وهاد ملي كناخذو اولا بعض المرات كتكون قصور فيها الغده الكظريه كتعطي عياء كتعطي بعض المرات قيء بعض المرات كتعطي طونسيون كيهبط بعض المرات كيتبدل اللون ديال البشره. في هاد القصور ديال الغدة الكظرية سميتها مرادي داديسون مرادي داديسون ولا انسوفيسونس سورينالين لونت. في هاد المرض هذا كيكون عياء وكيكون اللون ديال البشرة كيولي كحل كيولي ميلانوديرمي كيولي اسمر مابقاش فيه الميلانين. نعم ما فيهش هذا لا بالعكس كتولي لا ميلانين كثيرة كتولي اللون ادكن ديال البشره خصوصا اللون اللي المناطق ديال الجسم اللي متعرضه للشمس بحال الوجه وبحال اليدين. ولكن كنلقى في ديك الحليه في الفم وفي ديك الخطوط ديال ديك الثنايات ديال اليدين الداخل. نعم هذا شنو كيمنع على الصيام؟ واش لانه كيخص الدواء في الوقت ديالو مع 8 في الصباح ومع 12 ديال النهار.
نعم دائما هذا هو التوقيت، ما يمكنش يتبدل. ما يمكنش يتبدل لان الجسم مبرمج باش كيصنع داك الكورتيزون في الجسم، كيصنع داك الهرمونات في الليل باش تخدم بالنهار. نعم واضح. نعم. وبغي نزيد على هذا بعض المرات الادويه ديال الكورتيزون كطبيب اختصاصيه في الطب الباطني. نعم. كنستعمل بزاف العلاج ديال هذه الماده ديال الكورتيزون، وهي ماده رائعه اللي كتسيطر على الالتهاب، وهي احسن مهم انا نقول بصفه مطلقه الدواء اللي كان الدواء كله مزيان، ولكن ماده الكورتيزون هي واحد الدواء زعما اللي جبار اللي كنستعملوا بزاف الامراض ديال الالتهابات، ولكن خاصو القواعد ديالو القوانين ديالو، وخاصو يتخاد منيك خاصو يتخاد وخاصو يتنقص بشويه بوصفه طبيه، ما يمكنش ما نتبعوش الطبيب، كنشوفوها عشوائيه. نعم. المريض كيمشي ياخذوا من ياخذوا هكا بدون وصفة، وبعض المرات للأسف الأطباء ما كي ما عندهمش هذا الاستعمال ديالو بصفة اللي خاصها تكون. وهذا الدواء ملي كناخذ الكورتيزول فهو كيخلي داك الغدة الكظرية كترقد، ما كتبقاش تخدم، لأن كناخذ من الأعراض الجانبية ديالو، هذه الاعراض الجانبيه ديالو، لان كناخذوا نفس الماده اللي هي كتفرزها. نعم. كتفرز هذا كتستراح ملي كناخذوا الكورتيزول، ولكن هذا الكورتيزول اللي كناخذوا هو عنده نفس الوظيفه ديال الكورتيزول ولكن كيسيطر على الالتهاب. فملي كناخذوا ما كان نديروش داك الطريقه اللي خصنا نقصوا الفيطان اللي كنسموا الفيطان. نعم. بحال الجسم كيولي بحال مدمن على الكورتيزون، خصنا نقصوا شويه شويه. والغده الكظريه كترقد. نعم. كترقد، هذا هو الاهم في المساله، هو داك هذا لا كورتيكوسيونال ما كتبقاش كتخدم، اللي كتبقيت هذا كيكون غالونتيسمون ديال الخدمه ديالها. بذلك ملي كنقطعوا داك الدواء خصنا نتاكدوا بان داك الغده الكظريه رجعات في الشغال ديالها. نعم. قبل ما نقطعوا الدواء بامان بالنسبه للمريض، وما نجنبوش خطوره ديال حدوث داك لانفيزيون سيغناليان، بان داك الكورتيزول اللي كتفرزو الغده الكظريه هو كافي بالنسبه للجسم، وخصوصا لكانت واحد طارئ مثل تعفن مثل ستريس اللي خصو واحد الاكثر واحد المجهود اكثر من نسبه الغده الكظريه وافراز اكثر الكورتيزون باش يقاوم هذه الحاله هذه ديال التعفن ولا ديال ستريس ديال اللي عابر. نعم. بالنسبه لهذا الكورتيزون اثناء الصيام يعني ما كاينش مشكل ممكن يتبدل الوقت ديالو؟ كاين مشكل اللي كياخذوا على المدى الطويل او مدى الحياه يبدل الوقت ديالو؟ الوقت ديالو. نعم. ماشي مع الفشار. والاستشارة الطبية دائما؟ نعم. الاستشارة الطبية وكل حالة هي حالة خاصة. الاستشارة الطبية وفي الوقت ديالو اللي هي 8 الصباح، ماشي 3 الصباح ولا 4 الصباح ولا 12. نتبعوا الكلام ديال الطبيب. نعم. شكرا جزيلا. مازال نعم تفضلي. المهم بالنسبة للنوم وهذا مهم، أمراض المناعة الداخلية خاصها بعد ما تكون تسيطر، فخاصنا نحافظوا على النوم، لأن النوم هو مهم بزاف بالنسبة للجسم، لأن العمل الأعضاء وخاصو باش نكونوا نشاط في اليوم، خاص النعاس يكون في الوقت ديالو، لأن الإنسان محتاج واحد 7 سوايع 8 سوايع، فالحفاظ على النوم فهو مهم جدا. والناس المسنين فهم مهم بزاف باش يحافظوا على النعاس وعلى الاوقات ديال الاكل، فانا كان الناس عيان عنده 80 عام ما فوق فخصو ياكل بالنهار، لان تثبت الدراسات بان وقت بالنسبه للشخص المسن فخصو ياكل بروتينات 80% ديال الجرعه ديال البروتينات خصو ياخذها مع 12 وجبه الغداء، لان الجسم ما كيبقاش يكون العضلات بالصفه بالسهوله اللي كان كيكونها 30 عام وفي 40 عام. نعم. مهم بزاف باش ياخذ جرعه كبيره مع 12 ديال الاشخاص المسنين ايضا هم معنيين بعدم الصيام. شكرا جزيلا دكتوره خديجه مسيار اخصائيه الطب الباطني وايضا امراض المناعه الذاتيه بمدينه الدار البيضاء، إلى أقرب فرصة بإذن الله.